الفرنجي في قبل 45 سنة. هنا واصل إلى الجبلين، محمد رايح يحضرها بشكل سليم، بشكل سليم. الله 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 الله، الحجي السليمان سجل أول أهداف الجبلين. الله عليك في الدقيقة السادسة من الفرصة الأولى من العرضية الأجمل من محمد رايحي، هي واصلة للمرمى من رايحي إلى حجي. الله عليك، شوف الخطأ الدفاعي الذي لا يغتفر، هنا قطعها محمد رايحي إلى السليمان الحجي بقدمه اليسرى. السليمان يفتتح التسجيل. هنا الكرة الماضية من محمد رايحي، الإصرار من محمد رايحي، أصر عليه بأن تكون الكرة بالمرمى. هنا سليمان بالقدم اليسرى حول الكرة، والكرة تغيرت اتجاهها عن طريق المدافع في اللقطة الماضية. 29 سنة لمحمد رايحي خلف ركلة الجزاء بخبرة كبيرة. محمد رايحي يلعب الكرة بالمرمى. الله، ما ينخاف عليك يا رايحي، ما ينخاف على الجبلين يا دينيس. محمد رايحي يسجل من ركلة جزاء، حط الكرة على يمين حارس المرمى. كانت ثاني الأهداف للجبلين، ثاني الأهداف للجبلين عن طريق ركلة جزاء. شوف الكرة الماضية، الكرة سددها محمد رايحي بخبرة وبقوة إلى الجهة اليمنى بالنسبة لحارس المرمى، حط الكرة بالزاوية، وإيمانويل في زاوية أخرى لتعلن ثاني الأهداف بالنسبة لأبناء الجبلين. والترجي في لحظات الآن إلى محمد رايح يتقدم 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 يتقدم. الله، يا لا قوتها، يا لا صلابتك، يا لا أداك، يا لا جمالك. الله يا رايحي، قال لها روحي للمرمى بدون استئذان، روحي للشبكة بدون أن يشاهدها إيمانويل. الله يا رايحي، الله يا محمد، وضع كل قوته بالكرة الماضية. يا سلام يا سلام يا محمد، يا سلام يا سلام على هدف ثالث. يا الله، سكنت الشباك واستقرت في المرمى.